إهداء من أسماء إلى والدها حصرياً. أنت تعبى بالقصايد والمعاني والمعاني لطرب والاستفسار والاتصال من الجزيلة الجزيلة. الله 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 أنت تعبى بالقصايد والمعاني باسم أبوي راعي من الجزيلة الكريم اللي يكرم كل حاني ويرتكي من طيب راس الثقيلة. عبد الرحمن اللي كمسهل اليماني شايب انت بخر بوقفتك قبيلة سيرتك يسمع بها قاصي وداني يكرم من الغيث في عرض المخيلة جعلي يفدى وقفتك خطوة الهداني الضعيف اللي عباني ما تشيله ابو سليمان ما يرضى الهواني لا قرب خشب السناد من الفتيلة له معالج وادي قدر وله مكاني نفتخر بأهل المواقف الجليلة المراجل في عريبين المجاني الحرار اللي على راس الطويلة عشرهم بالطيب ما ترجع ثماني كل يوم فاتح بابه وليلة كل يوم فاتح بابه وليلة كل يوم فاتح بابه وليلة انفتح باب القصايد والمعاني باسم ابوي راعي اهلي من الجزيلة الكريم اللي يكرم كل حاني ويرتكي من طيب راس الثقيلة. عبد الرحمن اللي كمسهل اليماني شايب انت بخر بوقفتك قبيلة سيرتك يسمع بها قاصي وداني يكرم من الغيث في عرض المخيلة جعلي يفدى وقفتك خطوة الهداني الضعيف اللي عباني ما تشيله ابو سليمان ما يرضى الهواني لا قرب خشب الزناد من الفتيلة له معالج وادي قدر وله مكاني نفتخر فعلى المواقف الجليلة المراجل في عريبين المجاني الحرار اللي على راس الطويلة عشرهم بالطيب ما ترجع ثماني كل يوم فاتح بابه وليلة 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 حصرياً.